بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، 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 الله. الفقير مصعب رياض من مصر، عايز أقول شهادتي في طريقة كركرية لسيدي الشيخ محمد فوزي قدس الله سره وأعلاه ورضي الله عنه وأرضاه وجعله دائما نور لكل المريدين ولكل الطرق. عايز أقول إن أنا قبل ما أدخل الطريقة الكركرية رأيت سيدي الشيخ محمد فوزي في رؤية إن أنا في جبل ونازل، والجبل له تبة عالية ونازل على واطي، لقيت ناس بتفوف بتدق تفوف وبالطبل الكبير ونازلة في عاملة زفة أو يعني زفة، فانضميت ليهم، قلت اللهم صل على حضرة النبي، وانضميت ليهم. وأنا نازل معاهم لقيت في الوش فيه مقام، المقام ده زي بيمثل زي قبر، وبدخل فيه وأنا بفتح الباب بخش، الباب مفتوح وبخش لقيت سيدي الشيخ محمد فوزي نايم، وبقول اللهم صل على حضرة النبي، اللهم صل على حضرة النبي، مولاي مولاي مين؟ أنا مش عارف هو مين. فجايب أوطي وأبوس إيده، ناولني رغيفين من العيش الناشف، وصحيت من النوم. فضلت أدور على سيدي على الشيخ اللي أنا شفته في الرؤية لمدة 7 سنين في كل المقامات، في أي مقام أروح أزور فيه ما عرفوش. وفجأة في يوم من الأيام لقيت أخويا جايب لي الورد وبيقول لي الورد ده بتاع الشيخ محمد فوزي الكركري ده من المغرب، وبيقول الورد ده. فأنا ببص في الورد التقيت صورة مرسومة بالفحم لسيد الشيخ محمد فوزي الكركري قدس الله سره. قلت له ان ده الشيخ اللي انا شفته في المقام بتاعه في المنام، الكلام ده من 7 سنين وانا بدور عليه، والحمد لله هو موجود على الدنيا. قال لي اه ده عايش، فحمدت ربنا ان هو موجود وان انا ممكن ان انا اقابله. وفجأة عرفت ان هو هينزل مصر، والحمد لله اتقابلت بيه جسدا وروحا، ودي كان شيء بالنسبة لي فوق الوصف، وما كنتش مصدق فعلا ان مولانا الشيخ محمد فوزي قدس الله سره هو اللي انا شفته في الوقت. خدت منه البيعه الحمد لله رب العالمين اما وصل مصر. وانا حقيقه ان انا كان وضعي في الدين او في الطريق او في الكلام ده، انا كان الصلاه ممكن اقول ان الله الغفور الرحيم اكتر الصلاه، يمكن ما كنتش بصليها، يمكن صلاه الجمعه كنت بروح اصليها لما الاقي حد اغير او اروح اصلي معاه. طب عندي مصحف كنت راكنه ما كنتش بقرا فيه حاجه خالص، وما كنتش بقدر ان انا اقدر اقرا جزء فيه او اثنين في السنه، ما يجيش الا رمضان اقرا جزء او اثنين فيه او ثلاثه ان قدرت. الحمد لله بعد البيعه انا وضع اتغير ككل، كاني انسان يبدل بدل انسان. لقيت ان انا القران الحمد لله فيه همه لقرايه القران جزء يوم او جزئين غير الورد بتاع سيدي محمد فوزي. لقيت نفسي في إقبال على الصلاة، لقيت نفسي في حال تاني بيبدل غير الحال اللي أنا فيه، والحمد لله رب العالمين إن ربنا هداني للطريق وهداني لسيدي محمد فوزي الكركري. كمان من ضمن نفحات سيدي الشيخ إن هو ربنا أكرمني على إيده، وإن أنا كنت لما بقعد أشاهد الدروس بتاعته على اليوتيوب أو على الفيسبوك أو على الصفحة بتاعته، كنت دايما أنا كنت مدخن من المدخنين الكبار، ودايما احب امسك الشيشه في ايدي، فاحس وانا قاعد قدامه بالشيشه ان هو شايفني او ان ده شيء، وانا اعرف اعلم جدا ان هو يكره الدخان، وعن مقولاته دايما ان هي القران بيبعد عن النور، بيبعد عن النور. فانا قلت يا اسيادنا انا مش عارف ابطل الدخان، اذا كان في شيء تقدروا تعملوه لي ان انا ابطل الدخان يبقى جزاكم الله خير. اما انا معلش يا سيدي الشيخ، انا ده الكلام ده انا بقوله في فكري وفي بالي وانا قاعد بشاهد الدرس. أكرمنا ربنا سبحانه وتعالى بإن فعلا الدخان اللي أنا بدخن فيه من وأنا عندي 14 سنة لعمري 57 سنة وأنا بدخن شيشة أو سجاير، الحمد لله ربنا أكرمني وأبعدني تماما تماما عن أي تدخين. فالحمد لله رب العالمين أنا حالي اتغير لحال تاني، لوضع تاني، بقيت الحمد لله في الاستقامة الطريق،
في استقاء في على الطريق المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى يدعو، اللي سيدنا رسول الله يدعو دائما اليه. والحمد لله في نعمه من اللي انعم عليهم ربنا لسيدي محمد فوزي الكركري، ربنا يجعلنا في طريق النعمه على طول معاهم وربنا يكرمنا بيهم يا رب. واني كمان عايز اقول من ضمن المشاهدات انا شفت النور الحمد لله رب العالمين، وشفت نور كتير الحمد لله، ومش هفسر فيه كتير، بس حقيقة ان انا شفت نور، شفته كنجم، شفته كشمس، شفته كقمر، شفته كلؤلؤ زي العين يتنقل من مكان لمكان، شفته كزهرة أمامي، شفته بكل الأوضاع الأشكال. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اللهم دمه دايما لينا ويزيدنا من نوره ويزيده رب العالمين بفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.